كاثرين ديفالجان، شابة مقدونية اتقنت فن تصفيف الشعر رغم أنها منذ بضع سنوات فقط كانت تعمل في مجال يختلف تماماً عن تصفيف الشعر، فهي تحمل شهادة الماجستير في الاقتصاد ولديها خبرة بالعمل كمراجعة حسابات. وما كان ليخطر في بالها أن حياتها ستتغير تماماً بعد فترة قصيرة، فقد صارت اليوم فنانة معروفة بصنع تسريحات شعر مدهشة تبهر من يراها، مما يزيد من معجبيها يوماً بعد آخر.